Arvin Van Buren? Meta! Arvin Van Buren, wife of Elizabeth and Frank Dell. Thank you, everyone. Serful! I'm sure you've done this on this one, don't you? Interesting. I stand up to look at this. لو في حاجة واحدة بس اتعلمتها من الصورة دي ما ينفعش تسمع كلام أهلك تاني أبدا. بس لو كل واحد سمع كلام أهله كنا هنطلع شخصيات مختلفة تماما. فأنا مثلا جت فترة بابايا كنت مقتنع 100% إن أنا أحسن حاجة أعملها أروح كلية حربية وأطلع ظابط في الجيش. يا نور يا أيمن. و مامتي حاولت تدخلني في حاجات غريبة قوي. كنت انا لازم اتعلم فرنساوي، لازم العب بيانو، لازم العب باليه. فنحط كل الحاجات دي مع بعض فانا هطلع ظابط. طب بقى فنلان تحرير قدام الكتيبة بتاعتي 300 عسكري. يا جماعة احنا هنا بنحمي الرافيليسيون. يلا دخلت في دور منامي. انا عجبتك دخلت في دور كده. اسف يا فندم. بس انا دخلت الجيش كانت خبرة ظريفة جدا. ان مشكلتي ان انا متخرج من جامعة امريكية فدي مصيبة. انا اقولها لحد في الجيش يعني. يعني طبعا ما ينفعش اقول اليو سي. يعني انا مثلا كنت اول يوم ما اتوزعت ظابط وقفني كده طابور كل واحد يقول هو متخرج فين. فطبعا انا واقف مستني دوري. كل بقى يعني طنط يا فندم ما عندش عص زازي. طبعا اقول لاي حد جامعة امريكية برضو انا كده جاسوس يعني. مفيش اوبشن يا اما فخور يا اما جاسوس يعني. اوبشنز مش احلى من بعض. ميرسي. طبعا كل اي حد من الجامعه الامريكيه هم متخيلين واحد فرفور صح ورايح يقدم ورقه الجيش. هاي دفعه ممكن بليز تقول لي اني شباك علشان اروح ادافع عن الوطن. بس فكان عندي مشكلة لازم أثبت رجولتي كل شوية في الجيش يعني. متخيل أنا يعني لازم أبين لهم إن أنا يعني راجل. فأول يوم كانوا بيوزعوا اللبس بتاعنا فصف ظابط واقف كده وقال أنتوا دلوقتي هتستلموا المهمات بتاعتكم. كل عسكري هيستلم ترك كلوبات. فابتدوا يحذفوا كلوبات. وانت بقى وحظك يعني ليه ترك كلوبات؟ ارجع الواحد ياخد ترك كلوبات فوق. فامسك هنا 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 ففي كروت وقع بيني وبين العسكري اللي جنبي. فاحنا الاثنين ماسكين كروت. رحت باصص له قلت له شيل ايدك من الكروت بتاعك. طبعا الواحد اتخض. قعدنا نتكلم هو وان سايز فيت اول. الجيش برضه وليك ترك كنتات في السنة. يعني انا قعدت سنة في الجيش في ناس قعدت 3 سنين في الجيش هو اللي كلوز كل سنة.
قعدت اتكلم مع الواد ده بقى، قعدنا كذا ساعه وكده، وبعدين المهم دخلنا بقى في حوار انا اتخرجت منين. فقلت له من الجامعه الامريكيه. قال لي يعني متخرج من الجامعه الامريكيه وبتخانق معايا على الكونت يا معفن. بس برضه من ضمن الحاجات اللي بنستلمها من المهمات يعني ايتم ظريف جدا اسمه الممول. فالممول ده اصلا يعني انا لابس حاجه خضرة وانا في نص الصحراء كل حاجه صفراء، فما بقتش فاهم انا بمول مين. الصحراء كده وانت شايف خازوق اكتر، هو مفيش حل غير ان انا شجره يا فندم. انا عملت عمليه في غرفه الهدوم، بحب قوي الممرضات في المستشفى يعني بيبقوا شخصيتهم يعني هم مش مهتمين بحريتك الشخصيه. فأنا قاعد في الأوضة مستني يعني مش عارف إيه اللي هيحصل لي، يعني فجأة عندك شعر على رجلك؟ الحمد لله كتير يعني ولا إيه؟ إلا ربنا رزقني. طب يلا العب بنطلون عشان نحلقك. نتعرف على بعض تاني. شوية يعني شد وبيخرج كده وقلت انا احلى لا مش هينفع واحنا متدربين على رحلات رانجلين وحوارات كده غريبه يعني. فالمهم اضطريت ان انا العب بنطلون وقف نص الاوضه البوكسر وهي على بكره ورايا على بتاعها رجلين. فكان الموضوع مريب شويه، خلصت قعدت في السرير مش عارف ابص لها في عينيها تاني. قعدت قايله لي خدت شاور. لا انت كده اتعمرنا قوي. انا عندي مشكله مع الناس اللي هي بتتكلم معاك يعني ما بيفكروش الكلام اللي يطلع من جواهم. فمثلا كنت في الجامعه بلعب فريق باسكت، فانا رحت سافرت لبنان ورجعت زيد 14 كيلو مثلا، كنت في الملعب حد بيجي بسرعه او حاليا وانا مش عارف في ايه مالي في حاجات كده. فدخلت جوه مغير، ففي راجل شغال بيلم كور كده في المستشفى قال لي وليد هو انت زيد؟ قلت له اه يا عم محمود بس لبنان الاكل جامد هناك يعني. اه بس حسيتك ورحت كافيه مرة قلت له فيه عصير كافيه، قال لي ساعة ولا سخنة يا فندم؟ قلت له ساعة. لا هو صراحة مفيش كافيه فيه بس فيه بطيخ. قلت له صباح الفرق يعني كافيه بطيخ؟ ما أي حاجة حمرا بقى يا فندم. Thank you.